سكاي نيوز، ده بقى الخبر اللي كنت بقول لحضراتكم في المقدمة عليه. نائبة برلمانية بس مش في مصر، في كوسوفو، كانت قاعدة في جلسة من جلسات البرلمان وزمايلها كانوا هيعملوا فوتينج أو تصويت على قرار مش جاي على هواها. قامت عملت إيه بقى؟ ولا أي حاجة، بسيطة جدا، راحت رمي عليهم قنبلة مسيلة للدموع. آه والله، جوه البرلمان، والأعضاء كلهم طلعوا يجروا يصرخوا بره البرلمان. لا لا، إحنا الحمد لله برلمان عندنا برضو، لا ما عندناش ده الحمد لله. سكاي نيوز، قنبلة غاز تعطل برلمان كوسوفو مجددا. في ثالث حادثة من نوعها خلال أسبوعين، أطلقت سياسية من المعارضة في كوسوفو أمس الجمعة قنبلة مسيلة للدموع في البرلمان، ما أجبر أعضاؤه على الفرار من القاعة. وتقف المعارضة في وجه اتفاق يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي مع صربيا التي أعلنت كوسوفو الاستقلال عنها في 2008، واتفاقية منفصلة لترسيم حدود كوسوفو مع جمهورية مونتينيغرو. والنائبة التي أطلقت قنبلة الغاز من حزب التحالف من أجل مستقبل كوسوفو المعارض. وقالت الصحفيين بعد الحادثة: سنواصل المقاومة لحين إلغاء هاتين الاتفاقيتين، وهذه هي ثالث مرة يطلق فيها أحدهم قنبلة مسيلة للدموع في البرلمان. واستدعتها الشرطة للتحقيق لكنها رفضت الامتثال للأمر. احنا هنشوف تقرير مع بعض حالا، بس شفتوا الجبروت يا جماعة؟ شفتوا يعني بيقول لك ان دي مش اول مره ترمي عليهم قنبله مسيله للدموع وبتروح تاني، وبعدين لما رمتها تاني مره قالت لهم وهفضل ارمي قنابل مسيله للدموع عشان احنا ما ينفعش الاتفاق ده بين كوسوفو وصربيا. مش بس كده، لما بعتوا لها البوليس يحقق معاها، الامن يعني رفضت تمتثل الاوامر وقالت لا مش طالع، انا قاعده مكاني، اللي جدع يعرف يطلعني بقى. لا لا، جبروت برضو يعني. تعالوا نشوف مع بعض كده تقرير، لانه من الواضح انه برلمان كوسوفو به مجموعه من الازمات او المشاكل. نشوف مع بعض هذا التقرير. دموع تحت قبة البرلمان، قامت جبهة المعارضة من النواب في برلمان جمهورية كوسوفو بإطلاق العنان للغاز المسيل للدموع داخل القاعة الرئيسية لجلسات البرلمان بغرض إلغاء الجلسة التي كان المزمع انعقادها والاعتراض على قرارات من شأنها التطبيع مع صربيا على حد وصف النواب، والتي استقلت عنها كوسوفو أواخر تسعينيات القرن الماضي. وبحسب يورونيوز، تمثلت مطالب المعارضة في الدفع نحو إقامة انتخابات رئاسية مبكرة، فضلا عن طعنها أمام المحكمة الدستورية في انتخاب الرئيس هاشم تاشي باعتباره غير قانوني. كريم عبد الكريم، صباح دريم.